المبارك، ربنا يبارك فيكم دايما، وكل سنة وحضراتكم طيبين ببداية الصوم الكبير. الصوم الصغير، سامحوني دخلتكم في الصوم الكبير على طول اهو. على كده انتوا فطرتوا وخلصتوا يونان ودخلنا في الكبير كمان. طبعا كتير مننا بيفتكر ممكن مع بداية الصوم نتكلم عن الصوم، لكن انا الصراحة عارف ان يمكن اتكلمنا كتير عن الصوم او بمناسبة الاصوام بنتكلم عن الصوم، لكن الصراحة يمكن الاباء والخدام واللي منكم بيخدم شاف ان في مشاكل كتيرة ابتدت تظهر الايام دي، فانا العظة هسميها المشاكل. يعني لو حد فينا فاكر ان الحياة من غير مشاكل يبقى هو عايش في خيال، يبقى هو مش عايش في الكون بتاعنا دوت، لان طبيعة الحياة فيها مشاكل. المشاكل انواع، ممكن تبقى مشاكل صحية، حد في الاسرة مريض مرض تعبان جدا، فالمشكلة مش بتبقى مع المريض بس، اهل البيت كلهم بيبقى هم كمان تعبانين، ولو المرض ده زاد بنلاقي احنا في البيت بنزداد صعوبة، مين هيقعد ومين هيمشي، ونعمل ورديات مع بعض، ومين يروح يجيب الدكتور ومين هينزل بالدكتور، ونلاقي في مشكلة البيت كله بيبقى في نفس الايه المشكلة. ربنا يرفع عن كل مريض، دي بنسميها مشاكل صحية. ممكن نلاقي مشاكل اجتماعية، وأصعبها دايما مشاكل سامحوني الزواج. أنا لو متجوزة وعندي مشكلة مع زوجي أنا تعبانة، المشكلة مش الزوج بس اللي تعبان ولا الزوجة بس اللي تعبان، نلاقي الأسرة الكبيرة هنا تعبانة، والأسرة الكبيرة هنا تعبانة، والولاد في النص هم كمان إيه تعبانين وضايعين، وممكن كمان ما يطلعوش أولاد سويين، ممكن يطلعوا اسم الصليب دكاترة ومهندسين وكل المراكز اللي تخطر في بالكم، لكن سامحوني بتطلع نفسية مش سوية. كمان عندنا بعد مشاكل صحية ومشاكل اجتماعية في مشاكل ممكن تعامل مع شخصيات، يعني أنا في الشغل مديري مطلع عيني، مطلوب مني أن أضحك في وشه وأتعامل بسلام، بس أنا شايف مدير متعصب نفسيا أو دينيا أو أي مجال من هذه المشاكل، وأنا مطلوب مني أفضل محافظ على سلامي، لان دلوقتي احنا في زمن اللي ماسك في شغلانة يقول لربنا ايه شكرا على هذه الايه الشغلانة. ففي مشاكل تعامل مع شخصيات ايه صعبة. انت جاي ابونا تعقد لنا الموضوع ولا ايه؟ لا، احنا جايين نقول بقى النهاردة ازاي نتقابل مع المشاكل دي. بس قبل ما نتقابل مع المشاكل دي كمان عايز اقول خلي بالكم ان المشاكل نوعين، المشاكل نوعين. في مشاكل تحتاج لتدخل سريع، يعني أول ما تطرح المشكلة لازم يتوجد لها حل، لأنها لو اتسابت هتتفاقم هتسبب مشاكل أكتر، فلازم يبقى في تدخل سريع. وفي مشاكل التدخل السريع فيها يضيعها، وفي مشاكل التدخل السريع فيها يضيعها. يعني ممكن حد يجي القدس ابونا ارسانيوس ماما كبيره تقول له الحق بنت بتضيع وانت سايبها وما بتتصلش ومش عارف ايه. ابونا عارف بخبرته ان بنته دي لو ما هديتش مش هيعرف ايه يتكلم معاها، لو راح كلمها في وقت نرفزتها مش هتقبل كلام وهتعصلك وهتصمم على اللي هي فيه. فابونا بخبرته وارشاد الروح القدس والحكمه اللي ربنا بيديها له يقول لها ما تقلقيش يا ماما ما تقلقيش، انا عارف امتى هتدخل، انا امتى هتدخل. يبقى كمان المشاكل عندي نوعين، نوع محتاج اخش فيه بسرعه عشان ما تتفاقمش المشكله، وفي نوع محتاج مننا ان احنا نهدى ونصبر، لان لو اتدخلنا في ساعتها بدل ما نحل هنعقد. طيب احنا عايزين بقى نعرف من النهارده واعطانا عمر كده ازاي بقى نتقابل مع المشاكل دي، ازاي نحلها، ازاي نقف نتقابل معاها. في بعض الامور كده لازم نحطها في دماغاتنا كده عشان نقدر نحل المشاكل اللي ايه اللي تواجهنا. اول حل من الحلول دي الهدوء، اول حل من الحلول دي الهدوء. افرض حد جاب لك مشكله، لو انت خدتيها بعصبيه وعلى اعصابك
مش هتتحل، هتروحي بانفعال نفسي، وبدل ما تحلي نتيجة الانفعال اللي جواك هيحصل رد فعل ايه؟ عكسي. الانسان وهو متوتر وهو قلق وهو غضوب ما يعرفش يحل مشكلة. الانسان وهو تلاتة دول، عنده توتر، عنده قلق، عنده غضب، ما يعرفش يحل ايه مشكلة. يعني انا مثلا لو ماما اهو جت بنتك بتقول لك جوزي عمل 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 عمل، انت من نتيجة العاطفة نتيجة بنتك وسمعتي منها كل الشكاوى ديت، اول ما هتقابليه في وشك هتعملي ايه؟ هاخده هغسله زي ما بيقولوا بالبلدي، اخطيت. فهلاقي الكلام مع الاندفاع ممكن بدل ما يضم الموضوع يوسع من الايه الموضوع. زي في الكتاب المقدس لما نقرا سفر صموئيل النبي الاول، صموئيل الاول اصحاح 25، مشهور هنا قصه مين؟ داوود مع ابيجايل مع نبال. في يوم من الايام داوود بعد ما خلص الحرب، كلنا عارفين القصه، كان واحد اسمه نبال بيجز الغنم، فبعت 10 من الغلمان اللي عنده وقالوا له روح قول لنبال سيدي داود بيسلم عليك وعلى أهل بيتك وبيقول لك في يوم من الأيام الغلمان بتوعك كانوا بيرعوا عندي ورعيتهم أحلى رعاية. احنا دلوقتي بنقول لك ادي لعبيدك والابنك داود، مش بقول له كده، والابنك داود بعض الخير اللي عندك عشان يقضيني أنا والغلمان بتوعي. فكان رد نبال إيه؟ مين داود ده؟ مين داود ابن يسى ده؟ هو كل واحد يهرب من سيده يجي يفرض علينا هو عايز ايه؟ روحوا ارجعوا قولوا له مالكش عندي ايه؟ حاجة. رجعوا الغلمان لداود وقالوا له اللي حصل بالظبط. فداود في لحظة غضب، بصوا بقى، خد الموضوع بايه؟ بانفعال، ما خدش هدوء. راح قال ل 400 من الغلمان اللي معاه، وكان معاه 600، قال ل 200 اقعدوا انتوا هنا، وقال لل 400 تعالوا معايا وكل واحد يجيب سيفه معاه، وانا لغايه الصباح مش هوجد لنبال ده حد في عيلته. بسرعه واحد من الغلمان اللي تبع نبال لما شاف الموقف جري على مراته ابيجايل، قال لها الحقي جوزك عمل واحد واثنين وثلاثه، الحقي يا حسن داوود ممكن يعمل، هيلم الرجاله بتاعته ويجوا، والراجل ده احنا ما شفناش منه شر، ده لما كنا عنده عملنا معامله ايه؟ حلوه خالص. ابيجايل راحت جهزت خبز وتين وخمر وعنب وكل ما يخطر من بالكم، وقالت للغلمان اسبقوني وانا جايه ايه؟ وراكم. وهي ماشيه في الطريق قابلت ايه؟ داوود، فراحت سجدت له وقالت له ما تاخدش يا سيدي بكلام نبال ده، حتى موقفه جاي من اسمه، لان اسم نبال معناها الحمق الحماقة. وسجدت له وقالت له يرضيك يا سيدي داود يتقال عنك اللي انت اللي بتحارب حروب ربنا، يتقال عنك انك انت امتل نفسك في يوم من الايام من انسان؟ ما ينفعش يا سيدي يبقى كده. وخدته بالهدوء والحكمة وقال لها لولا قابلتك لكنت الآن قد عملت عملا شرا لنبال. وبعد 10 أيام ربنا سمح لنبال إن هو يموت من المقابلة دي. لكن بموقف أبيجايل الهادي خد داود الغضوب إن هو إيه؟ ينزل من إيه؟ من غضبه. عشان كده كلنا بنحفظ الكلمة الحلوة، الآية اللي بتقول إيه؟ الجواب اللين يصرف الغضب. عشان كده بنقول الهدوء في حل المشكلة، لكن احنا لو رحنا في وقت انفعال يبقى كأننا بدل ما رايحين نطفي حريق بمية حاطين جنب الحريق ايه؟ بنزين. فيبقى أول نوع أو أول صفة أو أول طريقة عشان نحل بيها أي مشكلة تواجهنا، لابد إن الإنسان يكون هادي. مش عيب لما تواجهني مشكلة وأقول أنا هقعد شوية مع نفسي أفكر وحل. ساعات بنخش باندفاع في مواضيع وبعد ما نرجع لنفسنا نقول إيه، لا 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 إيه ده، ده كان بكلمتين حلوين خلصنا الموضوع، ليه الدنيا وسعت كده؟ ونيجي بعد كده نلم الموضوع نلاقي الدنيا عدت مننا ومش عارفين نرجع لها مرة تانية. يبقى أول حاجة نحل بها مشاكلنا فضيلة الإيه؟ الهدوء.
تاني حاجة هنسميها الواقعية. في مشاكل ممكن ما لهاش حل، دي صراحة، فلازم ساعتها أبقى واقعيا أقول هتأقلم معاها. مثال زي إيه؟ في ممكن بعضنا مع كبر سنه أو ممكن لأي ظروف صحية يتعرض مثلا لمشاكل في ركبة رجله، فيروح لأي أحد الأطباء فيقول له إيه؟ الركبة دي مش هينفع يتركب لها غير إيه؟ مفصل. هنركب لها مفصل. والحاضر، بس يكتشف إن المريض عنده مشاكل في القلب، فيقول له مش هقدر أدخلك حجرة الإيه؟ العمليات، لأن قلبك ضعيف فمش هيستحمل البنج، فبالتالي مش هنقدر نعمل عملية المفصل. يبقى هنا الواقع ان اصبحت رجلي مالها لسه زي ما هي في تعب، والواقع بيقول ان مش هقدر اعمل عملية. يبقى هنا لازم اتأقلم مع المشكلة بتاعتي، اقول بقى حركتي هتبقى على قدي، اشوف مشاية اسند عليها، اشوف عكاز امشي عليه، ادور على حلول ايه اخرى. لكن لازم اقول ان المشكلة ديت واقعيا بتقول ان ملهاش حل، فالواقع يقول ان ايه؟ اتأقلم معاها. سامحوني، زي ممكن دلوقتي حد منكم يقول اسف يعني ان انا جاي بيني وبين زوجي مشاكل كتير. طيب الكنيسة هتقول لك هنغيره لك، هنستبدله بواحد اخر، هنروح نجدده. لا، فالكنيسة تقول لك ايه؟ اتأقلمي معاه، العبي على المزايا الحلوة اللي عنده وزيدي فيها، والعيوب اللي موجودة على قد ما تقدر ايه تلاشيها، حاول تتفاديها، حاول في بعض الاحيان تكبري دماغك، حاول في بعض الاحيان تعدي، حاولي. لكن مش هنقولك روحي قدمي انفصال. كنيسة عندنا مش كل حاجة انفصال، كنيسة بتقول ما جمعه الله لا يفرقه انسان، كنيسة بتقول ان احنا ده اختيارنا فهيفضل على حلوه وعلى مره، فلازم اتأقلم مع الايه؟ مع الحياة. يبقى تاني نوع من حل المشاكل بعد الهدوء اسمه ايه؟ الواقعية، ونحط جنبها التأقلم، انا هتأقلم على الوضع ده علشان الدنيا تمشي بسلام والامور تعدي. تالت نوع ده بقى حتة كنسية، تالت نوع في الحل ده حتة جوانا احنا كبنات وولاد ربنا، الإيمان. ربنا بيقول لنا كده آية على لسان بولس الرسول ايه؟ إن كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يعني ممكن ربنا يسمح لي بمشكلة، بس ربنا رايد من المشكلة دي في الآخر خير. مش كل المشاكل عشان نبقى صرح، لكن بعض المشاكل ممكن ربنا يكون عايز يعلمني احتمل، ممكن يكون عايز يعلمني اصبر، ممكن يكون عايز يعلمني محبة الاعداء، عايز ممكن يكون يعلمني صلي لاجل اللي يسيء اليك، ممكن عايز يعلمني خليك متواضع. فتالت نقطة الايمان، لازم نبقى عارفين ان اي مشكلة ولو حصلت يبقى عندنا ايمان ان ربنا بيدي مع التجربه الايه؟ المنفذ. في تجارب ممكن ما اخدش حلها على الارض، وربنا يسمح بان اخد مجدها في السماء. في تجارب ربنا ممكن ما يسمحش ان اخد علاجها او حلها في الارض واخد مجدها في السماء، زي الغني والعازر. العازر فضل طول عمره على باب الغني مش لاقي اللي يضمد له جراحه، تعبان باستمرار، وفضل كده من اول القصه لغايه اخرها تعبان، لغايه لما سمعنا وجاءت الملائكه وايه؟ وحملته. هنا ربنا سمح له ان تجربته ما ياخدش اجرتها على الارض، بل ياخد اجرتها فين؟ في السماء. ففي بعض التجارب ربنا ممكن يسمح ان انا اخد بركتها في الايه؟ في السماء. في تجارب محتاجة الايمان، احنا لسه امبارح محتفلين في السنكسار بعيد مين؟ قديس سمعان. ما دي كانت تجربة على الكنيسة، لما يجي الوالي والي البلاد يقول لنا انت عندكم آية بتقول ان كان عندكم ايمان مثل حبة خردل لقلتم لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل. كلامكم ده صح
والله غلط. تجربة، تجربة ان بيتقال اللي جوه الكتاب المقدس كلام سليم ولا كلام. ما شفناش البابا ابن ابراهام خاف وارتعب وقال هنحقق الكلام ده ازاي؟ قال له اعطيني مهلة 3 ايام وسيبني. لما راح للشعب بتاعه قال لهم بالايمان نعمل ايه؟ نصلي ونصوم. كل الشعب صلى وصام، وبعد 3 ايام حصلت ايه؟ حصلت المعجزة، لدرجة المعز قال للأنبا أبرام كفى كفى يا أنبا أبرام لألا المدينة تنقلب. فدي كانت برضك مشكلة، لكن بالإيمان اللي جوه البطرك وجوه شعب الكنيسة صلوا وصاموا وانتقل الجبل من ها هنا إلى هناك. فالإيمان هنا مطلوب في حل مشاكلنا. الإيمان كمان يوصل لحاجة حلوة قوي. في بعض مشاكل نحس ان البيبان كلها قفلت خلاص، نيجي شمال نيجي يمين مش عارفين، فعلا الابواب بقت مغلقة. وربنا يقول ايه؟ انا مش هتحرك غير في الهزيع الايه؟ الرابع. فليه يا رب؟ ليه مقاصد الله؟ لا لا يعمى الا الله. فنلاقي ربنا في بعض المشاكل كمان بيسيب الاماكن تغلق كده علشان احنا نوصل لحتة جديدة اسمها بقى ايه؟ حياة التسليم. فنقول سلمنا فصرنا نحمل. فالايمان يوصل للتسليم، زي ما شفنا في قصة كده سوسنة العفيفة لما الشيخين اشتكوا عليها وقالوا ان شفنا معاها شاب وهرب واحنا ملحقناش ايه نجيبه عشان احنا سننا كبير وهو شاب صغير وجري. وفضل الموضوع وصل لغاية ان اتحطت بين موقفين. في الاول هم قالوا لها لنفعل الخطية لا هنقول عليك كذا كذا، هي فضلت ايه؟ اسلم في يد الله ولا اسلم في يد هؤلاء الشيوخ؟ وكانت عارفة مصيرها انها هترجم، لكن سلمت لربنا. ويجي ربنا في الاخر من خلال دانيال لما يجيب كل شيخ لوحده على جنب، انت شفتها فين؟ قال لهم الاول انتوا الاثنين كنتوا مع بعض لما شفتوها؟ قالوا له اه. راح جاب قال لهم انفصلوهم عن بعض. فجاب اول واحد، انت شفت سوسنة ومعها الشاب فين؟ فواحد مثلا قال تحت العمود ده، قال له ماشي. جاب الثاني، وانت شفتها فين؟ قال له تحت العمود ده. فطب ازاي انتوا الاثنين كنتوا مع بعض كل واحد شافها؟ فانكشفت كذبتهم واتحكم عليهم هم، والله اعطى براءة لسوسنة العفيفة اللي سلمت موضوعها لمين؟ لربنا. فتقال عليها سلمنا فصرنا نحمل. يبقى انا عندي في نقطة كمان مهمة اللي هي الايه؟ الايمان. عند حياة التسليم كمان شفناها مثلا في قصة ام الغلابة. انتوا شفتوا اللي بيتفرج على الفيلم شفتوا قد ايه زوجها كان تعبها، وهي كانت عملت كل ما تقدر عليه ما قدرتش. يقول لك كان يضربها بجريد النخل اللي فيه شوك، بجريد النخل، جريد فيه جريد نخل كده تلاقوا فيه اشواك، تخيلوا بينزل عليها يضربها بيها. عانت كثير، لكن في الاخر قالت له يا رب انا مش عارف اغير من طبعه، مش عارف اغير من فكره، مش عارف اعمل حاجة، استلم انت بقى، ما هو ده ابنك قبل ما يكون زوجي. وفعلا نشوف في اخر القصة او في اخر الفيلم ان هو دخل الكنيسة واعترف وتاب وسبقها هو للايه؟ للسماء بالايمان. هي حاولت بمجهودها الشخصي ما عرفتش، لما سلمت لربنا مرش. احنا في الزمن اللي فيه ده ممكن تجيلك بنوتك او حد شاب صغير قاعد خلاص تعبان من زوجه، ولا سمع للكنيسة ولا سمع لأهل البيت ولا سمع لأي مشورة، خلاص النفس سدت ومش عارفة تعمل حاجة. فاحنا نقف ونقول له يا رب ايه؟ اتصرف انت، ده ابنك علشان ابديته، علشان خلاص نفسه، عشان راحت بنتي، عشان راحت ابني. ونلاقي فعلا صدقوني صدقوني ربنا بيتدخل ويجيب ناس بعيدة جدا 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 لا نتخيلها وتسبقنا للسماء. فعلشان كده رقم نقطة 3 في الحل هو الإيمان
اللي بيوصلنا لحياة الايه التسليم. فنقدر نقول مع بولس الرسول: سلمنا فصرنا نحمل. احكي لكم حاجة حلوة بسيطة بتوديكم بقى احنا عاملين زي ايه. مرة راجل كده عنده ابن 4 سنين، ماشيين في الشارع فلقيوا راجل بتاع بطيخ. فالراجل جاب بطيخة كبيرة قوي كده، اسمه الصيب، حاجة 7-8 كيلو. فالولد جه عند باب السلم وشقة هم طالعين، قال له: يا بابا انا شيل البطيخ. فقال له: حبيبي انت لسه سنك ايه صغير، بلاش تشيلها، تقيلة عليك. فالولد يقول له: لا هشيلها يا حبيبي، انت اصبر سنك صغير، لا هشيلها. المهم مع الحاح الولد شايلها له. الولد اول ما شالها وخدها على ايده جسمه كله ايه نزل. فبابا قال له: يا حبيبي تقيل عليك. قال له: هشيلها. بعد ما كل عروقه ايه ظهرت من كتر ايه تقلها، بس هو مصمم انه ايه يشيل. طلع خطوة سلمة، قال له: حبيبي طب كفاية اديك طلعت السلمة، هاتها بقى، اديك انت كفاية عليك اللي عملته. قال له: لا هشيلها. ما هو مش قادر ينطق من كتر ايه تقلها. ما طلعش السلمة التانية، وقعت منه الايه وطاعت البطيخة، ما كلوش البطيخ. عايز اقول احنا ساعات بنقول كده لنفسنا: انا هشيل. طب ما ربنا بيقول لك: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا رحت. ما هات يا عم وانا هشيل عنك، زعلان ليه؟ ما انا واقف على الباب عمال اخبط، مش عايز منك غير افتح وانا هشيل معاك. جميل ان احنا ساعات عايزين نحتمل، وجميل ان احنا عايزين نصبر، لكن جمال اكتر ان احنا نشرك الله ونقول له: يا رب سلمنا فصرنا نحمل، شيل معانا يا رب. ووعود ربنا صادقة لما يقول: أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، يبقى معانا. لما يقول: من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، هو آمين في وعده. يقول: تعالوا إلي جميع المتعبين، هو هيشيل عننا. يبقى يا جماعة جوه قصة الإيمان عايزين نسلم، وعايزين نقول لربنا كمان معانا إيه شيل. انتوا تفتكروا لما بتجيبوا لنا طلبات كآباء كهنة، أبونا ده في إيده عصا سحرية؟ نحن بناخد كل طلباتكم ونقف على المذبح ونقول له: يا رب طلبات ولادك وبناتك اهي، شيل شيل، وما نقولوش أكتر من كده. والمذبح ما يردش أبدا طلبة، هتستجاب، بس لكل شيء تحت السماء وقت. علشان كده لازم نتعلم. يبقى رقم واحد في حل مشاكلنا يبقى في ايه؟ هدوء. رقم اتنين ايه؟ واقعية، ونحط بين قوسين التأقلم، يعني نتأقلم معاه. رقم تلاتة الإيمان، جواه نسلم ونشرك ايه؟ ربنا. رابع حاجة عشان نحل بيها مشاكلنا، بلاش الحلول، نتجنب الحلول السريعة الخاطئة، نتجنب الحلول السريعة الخاطئة. يعني ممكن حد في مشكلة يروح كاتب له كتباية عشان بالكتبة دي نحل الايه، فتعدي وتتحل، بس بعدها بكم يوم تتعقد اكتر. واحنا بقى الفاكرين بذكائنا بكتبتنا دي، يقول لك في الاخر، يقول لك ايه دي كتبة ايه، ولا بيضة ولا سودة. احنا ما عندناش غير: ليكن كلامكم نعم نعم، لا لا، زاد على كده من الشرير. والقديس اغسطينوس يقول: لا تكذب حتى لو الكذب فيه نفع للاخرين. فانا ممكن اشوف مشكله فاقول ايه يا فلانه دي بكذبه كده، معلش عاديه كده عشان نحل المشكله، تعدي. ونفاجئ ان بعد كده الكذبه دي تظهر، وبدل ما حلت في ساعتها قفلت الموضوع وعقدته اكتر. زي رفقه اسحاق قال لعيسو: روح يلا هات لي حاجه اكلها عشان اديك البكوريه. رفقه سمعت، خش مين؟ يا يعقوب. ازاي يا ماما؟ ده قال لعيسو. وماله يا ابني، خش انت وانا هعمل لك الاكله اللي ابوك بيحبها، واحط لك على جسمك الشعيرات كده بتاعت عيسو، وابوك في الاخر نظره ضعيف وكده. قال له، قال لها: بس دي كذبه. قالت له: كذبه تعدي، كذبه تعدي، مش مشكله، انا اتحملها. وبكذبه صغيره خد البكوريه، بس فضل طول عمره هربان من اخوه عيسو. وزي ما كذب الكذب
علي بدل ما يتجوز رحيل بعد 7 سنين خد لي الأول وبعدين خد 7 سنين تاني، غير ان خاله خمه كتير في حياته، غير ان ولاده لما كبر ضحكوا عليه وقالوا له ان يوسف مات، دفع كتير، وكل ده بسبب كدبة. وفي الاول افتكرت رفقة ان كده حلت له الايه المشكلة، وهي عقدت له كل الامور. ساعات بندلل لولادنا كتير ونطبطب عليهم في الغلط، وفي الاخر ندفع احنا الثمن. زي مرة واحد شاب اتمسك وهو بيسرق، فبسبب تعدد سرقته في مرة قتل واحد بسبب السرقة، فاتحكم عليه بايه؟ بالاعدام. فقالوا له ليك طلب وحيد قبل ما نعدمك، قالوا لهم ايه؟ قال لهم اشوف والدتي. فجابوا له والدته، اول ما شاف والدته مسك ايديها وقعد يعض في ايدين مامته، بيعض في ايديها عض ان هيفصل ايديها من كتر العض. فقالت له بتعمل كده ليه؟ قال لها لان الايد دي لو كانت ادبتني من اول سرقه وما قالتليش برافو عليك انك عملت كده ما كنتش زماني في هذا المكان. فساعات احيانا بطبطبه زائده او بكذبه او بدلع ملوش فايده نوصل لحنا للمراحل اللي بنشوفها ديت. فالرجاء رقم 4 في الحلول، نتجنب الحلول السريعة الخاطئة. يبقى 1 كان ايه؟ هدوء. 2 واقعية، بين قوسين ايه؟ تأقلم. 3 ايمان، بينهم سلام، سلمنا نحمل، وبينهم ندول ربنا اشترك في حياتنا. رقم 4 تجنب الحلول السريعة. رقم 5 واخر نقطة عشان ما اطولش عليكم، المشورة والتلمذة. مش عيب لما تجيلي مشكلة ما اعرفش حلها اخد مشورة الكنيسة، اخد مشورة اب اعترافي. لسه قدس ابونا ارسانيوس كان بيقول احنا كان عندنا ابونا يوحنا فؤاد، لما انا دخلت الدير واترسمت كنت انا لسه اول يوم رسامة كان هو 50 سنة كهنوت. تخيلوا 50 سنة كهنوت، يعني هو اتخرج من الجامعة وانا داخل كيجي. لما كانت تجينا مشكلة ما نعرفش نحلها، مش عيب لما اروح لابويا واقول له انا مش عارف احل المشكلة ديت، فيقول لي طب نعمل 1 و2 و3. ممكن انا اكون هنا في الكنيسة وحلت له مشكلة، ارجع لقدس ابونا ارسانيوس اقول له مش عارف اعمل حاجة يا ابويا، اعمل في دي ايه؟ فيقول لي خبراتي وحكمتي تقول لك اتصرف 1 2 3. خلي بالك، احكي لكم على موقف ظريف حصل بالنسبة للمشورة دي. عندنا احد الاباء، عريس وعروسة اتشكلوا مع بعض، فراح جاب الولد وقعد يكلمه على جنب، وبعدين بعد ما خلص معاه راح جاب البنوتة وقعد معاه على جنب، وطبعا ده خد له ساعة وساعتين، وده خد له ساعة وايه وساعتين، وسابهم كم يوم. ها في جديد؟ لا، راح جابهم تاني قعد مع البنت على جنب، وبعدين قعد مع الواد على جنب، وفضل كده بقى رايح جاي ايه، فرحين جايين فترة طويلة، لغاية لف مرة جابهم باب عند الكنيسة. فهم داخلين على الباب، ابونا حنا بقى 50 سنة خبرة ده، راح قال له هو في ايه؟ قال له متخانقين مع بعض يا ابويا ومش عايزين نروح. راح لها بص بنفسه، خد هنا يا بيت، قلت له لا امشي يلا روحي مع جوزك. قالت له حاضر يا ابونا. حاضر يا ابونا؟ التاني كان هيقع، يعني انا بقى لي شهر عمال اوديهم واجيبهم واوديهم واجيبهم وما عرفتش حل، وده بكلمه خلاص هو قرا اللي قدامه دي تتجاب ازاي، بكلمه كده راحت نفذت في ساعتها. ساعات هنا المشوره تفرق. عشان كده عندنا في الكتاب المقدس سليمان لما مات مين اللي مسك بداله الحكم؟ ابنه. فراح جم الشيوخ وقالوا له ما تعاملش الشعب زي ما ابوك كان بيعاملهم بعنف، خليك معاهم شويه هادي. للاسف ما رضيش يسمع لمشوره الشيوخ، جاب الشبان الصغيرين اللي زيه، اعمل ايه؟ قالوا له لا، ان كان ابوك بالسبابة ولا بالصباع ده بيعمل كذا فانت اديهم بقى بكله.
فرح خد بمشورة الصبيان، كان جزاءه ما كملش سنة واحدة في الحكم ومات لأنه لم يأخذ الايه المشورة. ففي بعض مشاكل، في بعض ناس منكم تقول أصلك ما تدخلش الكنيسة في مشاكلنا، احنا بيوتنا أسرار، كل ده جميل، بس إذا ما كانتش الكنيسة الأم هي أكتر حاجة تؤتمن على سرك، أمال مين اللي يؤتمن على سرك؟ طب مش معنى بنحكي مع الجارة ونحكي مع القريب وكذا، طب ما مع أب اعترافك أو مع كنيستك كأم هي أكتر حاجة مؤتمن على إيه؟ على سرها. يعني هي الكنيسة عايزة تجيب كل واحدة فيكم وتكتب سجلها وتكتب تقول ده فلان كذا وفلان كذا، لا، الكنيسة عايزة سلامة أولادها وبناتها، عايزين في الآخر ولادنا وبناتنا يعيشوا في سلام ومحبة. عشان كده يبقى خامس حاجة بنقولها، نقول عليها إيه؟ المشورة والتلمذة. البابا شنودة الله ينحي نفسه كان يفضل يقول لآخر يوم في عمره، كان يقول لنا في الكليريكية كده أنا هفضل البابا التلميذ، هفضل البابا تلميذ، يعني شوف وصل لفين والحكمة، ولكن كان بيقول على نفسه إيه؟ تلميذ. أرجع لكم كل اللي قلته بسرعة، موضوعنا كان اسمه المشاكل، قلنا الإنسان اللي يقول إن الحياة ما فيهاش مشاكل يبقى هو إنسان عايش في الخيال ومش الكون ده، لأن طبيعة الحياة فيها مشاكل. أنواع المشاكل، في مشاكل صحية، حد مريض وبالتالي مرضه بيتعب كل اللي حواليه لأن بمحبة هم عايزين يساعدوه لكن بيشتركوا معاه في التعب والألم. في مشاكل اجتماعية زي الزواج، وطبعا لما زوج وزوجة بيتشكلوا الكبار نفسهم بيبقوا تعبانين والولاد تعبانين. في مشاكل ممكن نواجهها في الحياة مع أصحاب العمل، في الوظيفة، في الشارع وإحنا ماشيين، مع الجيران وإنت بتسوق، ممكن تلاقي كل المشاكل دي. المشاكل نوعين، في مشاكل تحتاج لتدخل سريع عشان ما تزيدش، وفي مشاكل نحتاج ان الدنيا تهدى عشان نعرف نتدخل. قلنا نحل مشاكلنا بخمس طرق على الاقل، يبقى فيه هدوء لان التوتر والقلق والغضب ما يحلوش مشكلة، التوتر والقلق والغضب ما يحلوش مشكلة، يبقى اول حاجة الهدوء. تاني حاجة قلنا الواقعية، في مشاكل ممكن ما تتحلش فمحتاجة مننا نتأقلم معاها ونتعايش معاها عشان تفضل الحياة مستمرة بلا مشاكل. تالت حاجة قلنا الإيمان، حتى الآية تقول كده بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لازم يبقى عندنا إيمان بأن الله لو أعطى التجربة بيدي معاها المنفذ، وأن كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. وقوة الإيمان بنوصل لحياة التسليم وبندخل ربنا في حياتنا، بلاش تشيل البطيخة لوحدك، سيب ربنا إيه يشيل معاك. بعد كده قلنا نتجنب الحلول السريعة الخاطئة، ممكن بكذبة عايز امشي الموضوع وحله ويخلص ويلا، ولكن افاجئ بعد كده ان بالكذبة البسيطة دي الدنيا ازدادت مشاكل، زي مشكلة رفقة مع يعقوب والبكورية، ويعقوب بعد كده دفع الايه التمن. اخر حاجة مشورة وتلمذة، مش عيب لو وصلنا لمشكلة صعبة نشرك الكنيسة واباء الكنيسة او اي حد مرشد، فعلا بنشوف في نعمة ربنا ان يكون كاتم اسرار وان في نفس الوقت يدينا حلول بنعمة ربنا. تعيش محبتكم، تعيش محبة ابونا ارسانيوس، خط بركتكم، وكل سنة وانتم طيبين، لإلهنا المجد الدائم للأبد، امين. نشكر قدس ابونا انجيلوس، ربنا يديم كهنوته.